خلينا مع حضراتكم نروح لزميلنا مراسل النيل أحمد ممدوح من المجزر الآلي، بيتابع معانا ومع حضراتكم بالتأكيد عمليات ذبح الأضاحي. أحمد صباح الخير، كل سنة وأنت طيب. صباح الفل عليكم وعلى كل مشاهدي قناة النيل للأخبار، وعيد أضحى مبارك. أتحدث إليكم الآن من داخل المجزر الآلي بالبساتين في محافظة القاهرة، حيث نتابع مدى استعدادات المجزر لاستقبال الأضاحي الخاصة بالمواطنين لإتمام عملية الذبح داخل المجزر، وسط توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة داخل المجزر والخدمات الآمنة والصحية لذبح الأضحية بطريقة سليمة وأيضا آمنة، من خلال توفر أيضا عدد من الأطباء البيطريين الذين يقومون بالإشراف على عملية ذبح الأضحية والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض. كما نشاهد هنا داخل المجزر العمل يجري على قدم وساق لاستقبال الأضاحي الخاصة بالمواطنين وإتمام عملية الذبح بكافة مراحلها أيضا، ومشاهدة المواطنين لهذه الأضحية الخاصة بهم وإتمام عملية الذبح. هناك أربع صالات داخل المجزر ما بين ماشية البقر والجاموس وأيضا الضاني. هناك استعدادات تمت على قدم وساق داخل المجزر للقيام بعملية الذبح. أيضا يوجد هناك الجزار المتخصص داخل المجزر لإتمام عملية الذبح بطريقة آمنة وصحية. للحديث أكثر عن هذه المراحل يسعدنا أن نلتقي بالدكتور مصطفى رمضان مدير المجزر الآلي بالبساتين. نرحب بك يا دكتور. كل عام وانتم بخير، اهلا وسهلا بكم في مجزر البساتين. يعني كلمنا حضرتك عن مدى الاستعدادات اللي تمت لاستقبال الاضحيه الخاصه بالمواطنين وكيف تتم عمليه الذبح. هو طبعا امبارح كان 9 من ذو الحجه بعد انتهاء الاعمال المجزريه بالنسبه للمجزر والشغل العادي اللي هو مستديم في المجزر، تم طبعا رفع برضه الدرجه القصوى بالنسبه بقى للهيئه العامه للنظافه والتجميل اللي جات عملت شالت كل المخلفات الموجوده في المجزر وعمليه نظافه للعنابر الداخليه والارضيات زي ما احنا شايفين كده. جينا النهارده الصبح طبعا فبدانا نفتح الصالات والخطوط لاستقبال المضحيين. زي احنا واقفين دلوقتي في صاله 2 هي احدى الصالات اللي موجود فيها العمل، وفي صاله 1 برضو فيها شغل ثاني، وفي صاله 3 دي مخصصه لاحدى الجمعيات الخيريه، جمعيه صناع الحياه اللي واخداها ليها هي، بحيث ان هي واخداها كمجزر للذبح والتشفيه والتعبئه. وفي الناحيه الثانيه برضو هناك في الخطوط الاليه في حوالي خط 1 برضو شغال هناك، وزي ما احنا شايفين في كثافه شديده موجوده واقبال منتظرين خلال الساعات القادمه ان العدد يبقى اكتر من كده. اتكلمنا برضو عن المراحل اللي تتم برضو بعمليه الذبح هنا داخل الاضاحي وكيف تتم هذه المراحل. هو طبعا بالنسبه للاضحيه احنا بالنسبه لنا في الشغل العادي في المجزر بيبقى فيه كشف من قبل الذبح. بالنسبه في الاضحيه المضحي خلاص اختارها طبقا للشروط الشرعيه والشروط القانونيه. بمجرد ما دخل بيها طبعا بيتم الجزار بيكون ذبحها، والذبح طبعا طبقا للشريعه الاسلاميه، وبعد الذبح وسكون الحيوان والنسف التام ليه بيتم عمليه المرحله الثانيه من المراحل اللي هي مرحله السلخ، وبعد كده مرحله التجويف، وبعد كده طبعا الاطباء موجودين للاشراف على كل هذه المراحل، وبعد كده الطبيب بيخش يكشف ويحدد الصلاحيه ليها، وبعد كده الجزار بالنسبه في الضأن والماعز بيبدا يكسرها ويقطعها حتت. طبعا الضأن والماعز بيبقى العظم بتاعه. بالنسبه للماشيه اللي هي الابقار والجاموس بيبدا مرحله ثانيه اسمها مرحله التشفيه، وبعد مرحله التشفيه بيبدا بقى ان هو يكيسها له ويديها. اشكرك يا فندم بالتوفيق. كل عام وانتم بخير. يعني كما نشاهد العمل يجري على قدم وساق داخل المجزر الالي بالبساتين لاستقبال الاضاحي الخاصه بالمواطنين، وسط توفير كافه الامكانيات والتجهيزات اللازمه والاطباء البيطريين للاشراف على عمليه الذبح بمراحلها المتعدده والتاكد من سلامتها وخلوها من الامراض. اليك زميلتي. اشكرك احمد، كل سنه وحضرتك بخير.